الاحصائيه اللي بعد كده برضو يمكن احصائيه طريفه شويه استاذ مهيب، وهي اللعيبه اللي سجلوا اهداف في مرماهم. يمكن عندنا 5 لعيبه سجلوا اهداف في مرماهم في ماتشات القمه، منهم لاعب سجل هدفين. بدا بالبدايه كانت 1931 في مباراه وديه، حسن الفار لاعب الزمالك سجل هدف في مرماه وفاز فيها الاهلي 3-2. بعد كده نهائي كاس مصر، ركز معايا بقى في الحته دي عشان دي طريفه جدا يا استاذ مهيب. اتفضل. نهائي كاس مصر 37 38، المباراه النهائي اتلعبت، حسن الفار لاعب الزمالك سجل هدف في مرماه وانتهت المباراه بالتعادل 1-1. زمان ما كانش فيه ركلات ترجيح، فبالتالي تم اعاده المباراه مره ثانيه. في اعاده نهائي كاس مصر في نفس الموسم، حسين الفار اخو حسن الفار لاعب الزمالك ولكن كان بيلعب في الاهلي، سجل هدف في مرماه وانتهت المباراه بفوز الزمالك 1-0. يعني حسن الفار سجل في ماتش النهائي الاولاني، الماتش خلص تعادل 1-1، اتعادت، اخوه لاعب النادي الاهلي حسين الفار سجل في مرماه والزمالك كسب 1-0 وتوج بكاس مصر بالهدف العكسي ده. تمام. بعد كده عندنا ابراهيم الكبير لاعب النادي الاهلي سجل هدف في مرماه في الدوري الممتاز موسم 65 66، انتهت المباراه بفوز الزمالك 2-0. كابتن محمد عامر ايضا في مفارقه تاريخيه وفي اغرب مباريات القمه يمكن فاكر على انا مدار التاريخ، فاكر الماتش ده، ماتش 81 82، سجل هدف في مرمى لنادي الزمالك وسجل هدف التعادل للاهلي في مرمى الزمالك وانتهت المباراه تعادل 1-1، والهدفين سجلهم كابتن محمد عامر، تمام. هدف للنادي الاهلي وهدف الاخر في مرماه. اخر هدف عكسي تم تسجيله في ماتشات القمه كان لاحمد توفيق لاعب الزمالك الدوري الممتاز موسم 2013 2014، وانتهت المباراه دي بفوز النادي الاهلي 1-0. تمام، في الدورة الرباعية دي.